عندنا هاد الموديل هذا حتى هو هذا توب بالتوب ديال التليجه، التليجه سامبل كما كتشوف الموديل ديالها حتى هو راقد ورائع، حتى هو نفس الخدمه مخدوم بالتعصاب، مخدوم بالتعصاب، مخدوم كذلك بالطرز الرباطي منبت بالعقيق، الكمام حتى هما مطروزين فيهم الطرزات في الكمام، حتى هي نفس الموديل. غادي بغيت تلبسي جلابه بوحدها يعني راك تلبس جلابه بوحدها، بغيت تلبسي الكيمونو بوحدو راك تلبسين بوحدو، بغيت تلبسين بجوج يعني راك تلبسين بجوج، يعني عندك ثلاثه لبسات في لبسه واحده. هذه حتى هي نفس الثمن، هذيك دير 1500 درهم يعني تقريبا 150 اورو او 150 دولار، 150 فرانك. الارسال راه داخل وخارج المغرب يعني فين ما كنتي كتوصلك حتى للدار. بالنسبه لداخل المغرب راه كنرسلوها مع الشركه ديال لوكس، يعني حاليا دابا راه حابسه لوكس كنرسلوها في امانه. وبالنسبه لخارج المغرب راه كنرسلوها مع الشركه ديال فيدي اكس كيجيبوها حتى للدار، يعني شركه ديال الطيران معروفه كيجيبوها حتى للدار يعني فين ما كنتي في جميع انحاء العالم. بالنسبه للعبار ديال هاد الجلابه هذه عندنا في الكتاف، الكتاف عندنا 42، عندنا في الطول الكم 61، عندنا في الصدر 32، عندنا في الليهونش الحوض 33، وعندنا في الطول مترو و35، الطول عندها مترو 35. نعاود العبار ديالها، الكتاف 42، الكم 61، الصدر 32، الحوض 33، طول مترو و35. الثمن ديالها 1500 درهم، 150 فرانك، 150 دولار او 150 اورو. كما كتشوفوا الموديل ديالها راقي ورائع، يعني جلابه يعني حضاريه لجميع المناسبات، يعني كتلبس جلابه، جلابه يعني كما كنقولوا يعني هذا الموديل يعني حنا اللي دايرينه، يعني تقريبا هو اللي كاين عندنا غير حنا حاليا، يعني ما عمري ما شفت شي موديل في هذا الشكل هذا، فيه التعصاب وفيه الطرز الرباطي وبهذا الشكل هذا. توب راه ديال التليجات كاليتي مزيانه، توب تحتاني كريب دو سوا كريب حرير. غادي ندوزو الموديل واحد